وصل خبر وفاته أنكر قلبي وعقلي هذا الخبر. بل إن قلت لكم حتى بعدما ذهبنا وتأكد الخبر تذكرت قصة قالها لي هو، وهي أني مرة زرته فقال: يا سفيان خذ هذه اللطيفة. قلت: هاتيها. قال: زرت الشيخ أحمد هليل فوجدت عنده رجلا كبيرا، فقال لي أحمد هليل: يا شيخ علي، ماذا تقدر سن هذا الرجل؟ قلت: ما شاء الله 70، ما يقارب 70. قال: لا، هذا عمره 12 سنة. قلت: كيف يا شيخ أحمد، ما كيف تقول هذا الكلام؟ قال: الآن أتيك بالجواب. هذا الرجل عندما كان سنه 60 سنة نزل إلى مصر للعلاج، هو وابنه الكبير. فعندما وصل ودخل المستشفى وباشروا بالعلاج مات، وصدر التقرير من الطب الشرعي أنه ميت، وابنه قائم مع أبيه. وشاور الأهل هل نرحله إلى الأردن أم ندفنه في مصر، فاتفقوا على أن يدفن في المكان الذي مات فيه. قال: فقام ابنه فغسله مع المغسلين وكفنه مع المكفنين ورفعه وصلى عليه ودفنه مع الذين يدفنون. ثم ذهب إلى الشقة التي استأجروها حتى يبقى يوما أو يومين ثم يرجع إلى الأردن. قال: فإذا بالليل يأتي سارقي التراب، الذين يحفرون التراب ويسرقون مع هذا الشخص، فبعض المعتقدات أنهم يجعلون معه أشياء، بعضهم يجعل ذهب، بعضهم يجعل مال، بعضهم يجعل ملابس، بعضهم. قال: هؤلاء يعيشون على هذه الخرافات التي عند الناس فينبشون القبر الحديث. قال: فأتوا فنبشوا قبر هذا الرجل فإذا به يستيقظ. فعندما استيقظ من موته التي شاء الله عز وجل أن يفيق، فرأوه استيقظ فأغمي عليهم. هؤلاء السارقون. فعندما رأوا هذا المقام أغمي عليهم. فقال: فقام هذا الرجل وأخذ ملابس أحدهم، مضطر لا يستطيع أن يمشي في ثوب الكفن، ولبسه وذهب إلى بيته المستأجر، الشقة التي في القاهرة. قال: فطرق الباب، من افتح؟ ففتح ابنه الباب فرأى أباه فأغمي عليه. قال: فبعد ذلك استيقظ وأعادوا، وكان القلب قد توقف، ثم شاء الله عز وجل أن يعود فينبض ورجع إلى الأردن. وهذه القصة لها 12 سنة، لذا نقول عمره 12 سنة. فكنت وأنا أنظر إلى الشيخ وهو مكفن أقول: لعله يستيقظ كما أخبرني هو عن غيره، ولكن قدر الله عز وجل أنه قد مات. وبالتالي شيخنا رحمه الله كان يمتاز بأشياء لم أجدها عند غيره. فأولا رحمه الله كان يفتح المجال للإخوة أكثر من غيره من المشايخ، فأسهل شخص أن تزوره من المشايخ الشيخ علي،
ولا يحتاج إلى واسطات ولا إلى اتفاقات ولا ترتيبات، وإنما هي ترتيبات كما يرتب مع أي رجل منا. فكان رحمه الله سهل الوصول إليه. الأمر الثاني أنه رحمه الله كان يركز في الأساس ليس على الفقه حقيقة ولا على الحديث، وإن كان يهتم بالفقه والحديث والتفسير والأصول كل ذلك يهتم، لكن كان يركز على مجرى الدعوة السلفية، فتفكيره دائما في عرض الدعوة والمنافحة عن الدعوة، وهذا الذي جعله يدخل في موضوع الردود. وإن كان سمعته منه بنفسي، سمعته من شيخنا يقول اكتشفت أن عندي توسع زائد في الردود وأحتاج إلى أن أقلص حتى أجعل هناك أوقات لعلوم أخرى. وكان يفعل، كان يدرس الشيخ 3 دروس في الأسبوع، كان يدرس تفسير كتاب الله وهذا يحتاج إلى تحضير، وكان يدرس في مصطلح الحديث شرح الفيت السيوطي في آخر فترة، وكان يدرس متون في الزرقاء في جامع عمر. هذه الدروس 3 المتون يعني عقائدية ويركز على ذلك، وخصوصا العقائد السلفية الذين هم انتسبوا إلى الشافعية، حتى يقول يا جماعة يا من تقولون عن أنفسكم شافعيين، ها هم هؤلاء الشافعية كانوا سلفيين. وبالتالي الشيخ رحمه الله كان يركز على مجرى الدعوة، فيهتم كثيرا بأخبار الدعوة، وبالتالي كان منفتحا على الأخبار سواء بالاتصال بالإخوة أو حتى بوسائل الحديثة. وهذا شيء حقيقة جعله يتصادم مع أهل البدع، يتصادم مع أهل البدع. لذا إذا ذكرت السلفية في الأردن يقال عليه الحلبي. طب وين فلان وفلان وفلان، مئات السلفيين، لما علي الحلبي يذكر؟ لأنه كان يصادم أهل البدع. وكان أسهل شيء عنده إذا قيل له فلان يريد أن يناقشك هاته، هكذا سمعته مرارا وتكرارا. فحتى أنه الشيخ عندما كان سنه فقط 20 سنة فجاء ليدرس، وطبعا أنا في 20 سنة كنت 6 سنين يعني ما ولا بعرف إشي، لكن نقل لي. فجاء الشيخ إلى مسجد السلام في عندنا في الأشرفية، وقيل له عبد المنعم أبو زنط يريد أن يناقشك، قال هاته، فلم يقل. وكان الشيخ مشهور يرفض مثل هذه النقاشات، منهج مدرسة، قال هذا لا يصلح معهم النقاش العلمي. وعندما قيل للشيخ علي الحلبي هناك من المعتزلة من يريد أن يناقش، قال هاته. عندما قلت له هناك من المعتزلة من طلب أن يناقشني أنا، قال اذهب ناقشهم ولا تنسى كذا وكذا وكذا. وعندما قلت له بدأت أدرس مسائل الإيمان والتكفير وهناك من التكفيريين من، قال استمر. فكان رحمه الله يركز على هذه الأشياء، مجرى الدعوة، وهذا لم نجده عند غيره. هذه الجزئية موجودة عند الجميع لكن ليس بالكم الذي عند الشيخ علي. وبالتالي أخبار الدعوة السلفية في الصين كان يعرفه،
وأخبار الدعوة السلفية في السودان كان يعرفها، وأخبار الدعوة السلفية في مكة، في المدينة، في الرياض كان يعرفها. متابعات وصاحب صلات وعلاقات واسعة جدا جدا. فكما قلت لكم، يعني لا أستطيع أن أتكلم في 10 دقائق عن شيخي ومواقف مكثت معه ما يقارب 30 سنة. ومن الأشياء التي أيضا كان يمتاز بها شيخنا علي الحلبي رحمه الله، وهو قوة اللغة وحسن البيان، فكان يحسن العرض، وكان دائما يقول لي: تستطيع أن تخالف غيرك من غير أن تشعره بالمصادمة. فمثلا تستطيع أن تقول له نعم بشروط، وهذه الشروط لا تتحقق، فبالتالي قلت له لا. فعندما سئل عن البنطال مثلا كان يقول: لا أريد أن أقول أنه حرام، ولكن أقول لبس البنطال يجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون فضفاضا فلا يحجم الأعضاء، الشرط الثاني أن لا يكون فيه إسبال، الشرط الثالث أن لا يكون فيه الموضات. فقال: إذا نفهموها. فانظر إلى حكمة الشيخ. وعندما كان يناقش أحدهم فكان رحمه الله سريع البديهة، وهذه ميزة فيه رحمه الله. فإذا الشيخ حسن البيان وفي اللغة عالي، وكان يهتم بالأشعار، وكان يظهر عنده البيت المكسور مباشرة من غير أن يجعل التفعيلات. نحن كنا نجعل التفعيلات ونقسم ونراجع البحور ونمكث فترة عبين ما نكشف البيت المكسور، هو مباشرة على السليقة عندما يقرأ يقول هذا مكسور. فرحمه الله كان صاحب قوة في اللغة، وكان صاحب بيان، وكان ينظم الأشعار، وكان يقول هذا الشعر يعني له قواعد، ولكن أنا أقولها سليقة هكذا وهكذا رحمه الله. فبالتالي أيضا الشيخ علي كان يمتاز بالوجه البشوش، وكثير من الأوقات يجعل المجلس كله ضحك، فتجد الجالسين يتعلمون ويضحكون. وهذا نعم يشاركه المشايخ، لكنه كان يمتاز به أكثر. وكان رحمه الله يمتاز بشيء، أنه ينسى المواقف المعادية. وكنت مرة أذكر عن نفسي، اتصلت به هي التلفون الأرضي، فإذا به يرد علي بنفرة. ثم قابلته فلم يرحب، قلت: ما بي يا شيخ، ما بي. فالتقيت بالشيخ نظام سكج رحمه الله، فقال: ما تلتقي بالشيخ علي؟ قلت: لا والله ما بعرف الشيخ نافر. الشيخ نافر أجعل لقاء بينك وبينه تقابل؟ قلت: يا ريت. فاتصل به وقال: لقاء سأحضر معي ضيفا. قال: من الضيف؟ قال له: سفيان. قال له: سفيان عايش؟ قال له: نعم. قال: سفيان يحتاج إلى واسطة؟ فعندما جئت قلت له: يا شيخ أنت فعلت كذا. قال: والله لا أذكر، ربما كان موقف يعني طرأ علي أو ما شابه فلم أرحب. وكان: لا يا سفيان، شو الكلام هذا؟ فكان عتاب المحب. فرحمه الله كان يعني لا يحمل، وكان كثيرا إذا قيل له فلان قال: يا أخي مسامح، المهم الدعوة تمشي.
كان لا يركز. يعني نعم هو بشر ويغضب لنفسه، وكان نعم موجود لا ننكر، لكن مواقف ظاهرة أنه في الأمور الشخصية يمشي. قال إذا ما مشينا بتمشيش الدعوة، وهكذا. فرحمه الله أيضا كان يمتاز بسرعة الدمعة، وخصوصا عندما يتكلم عن غربة الإسلام فمباشرة تنزل الدمعة من عينه. والشيخ أيضا رحمه الله كان يمتاز بأن يبحث عن السخاء عندما كان، ولكن هذا السخاء في اقتناء الكتب. فعندما كنت أقابله في معرض القاهرة في مصر، فكان رحمه الله أجد التجار يجمعون له الكتب، يعرضونها عليه أولا قبل غيره من المشايخ. والسبب أنه لا يفاصل في السعر، فيقولون هذا ليش المكسب. فكان يقول نعم أعرف أنهم يرفعون علي الأسعار، لكن إذا لم أفعل ذلك سيخبئ عني الكتب النادرة ويعرض علي الكتب المعروفة والمشتهرة والمنتشرة. فكان يتغاضى كثيرا عن إيش؟ عن الأسعار، ويحاول بعد ذلك ترطيب، يعني تقليل الارتفاع ما استطاع. وكان أحيانا يجد حتى أن تجار مصر ممن قابلتهم، وأنتم تعرفون أنا أصلا أعمل في تجارة الكتب، فكانوا يقولون عنه أنه صاحب خلق ولم يضيع لنا حقوقا ولا مالا وأعطانا. فكان إذن عنده سخاء حقيقة في إنفاق المال على الكتب. وكان رحمه الله يقول في آخر فترة والله لولا الضائقة لأخذت كل ما جئت به يا سفيان. عندما كنت أعرض عليه الكتب الجديدة ليشتري مني، فكان من التجار من يعرض علي يجعل الكتب ثم يذهب. أنا أقول لا، أنا أعرض عليك الكتب بشرط أن أبقى جالسا وأنت تتفقدها. فيقولون لما؟ قال قلت لهم أسمع تعليقه على الكتب، وتعليقه على المحققين، وتعليقه على النسخ، فكنت أستفيد منه وهو يشتري مني الكتب رحمه الله. فكان يقول والله لولا الضائقة لأخذت جميع ما أحضرت به من جديد، ولكن أنا أنظر إلى هذه الكتب بعين ثم وأغلق العين الثانية، ثم أصبح يقول أنا أنظر بنصف عين. وكان كما قلت لكم يعني عنده هوس، وهذه الكلمة بمعنى حرص شديد على اقتناء الكتب. حتى في إحدى السنوات فتح الله عليه وأتاه مال كثير، فنزل بنفسه إلى مصر في غير المعرض وبدأ يشتري ويراسلونه ويشتري، حتى أحضر كتبا كثيرة واعترضت المطبوعات أنها فيها كتب، هذه كتب فيها أفكار ضالة. فكان يقول أنا أبحث عن هذه الكتب حتى أرد عليها. وذهب وقابل طبعا مدير المطبوعات وأدخلوها على أساس أنها كتب شخصية وليست للبيع. فالشاهد من هذا إخواني في الله الكلام، الشيخ كان يحرص على التواضع. فقابلته مرة في مصر، وهؤلاء المصريون يحبون الشيخ حبا كثيرا الذين كانوا حوله، وأهل مصر أهل عاطفة وعندهم عادة التقبيل، يهجمون على الشخص على العالم ويقبلونه ويقبلون يده. وكان شيخنا علي الحلبي يسحب يده كلما هجم أحدهم يسحب، فإذا به أراه قد جرحت يده
ولف عليها الضماد. فقلت: ما هذا يا شيخ؟ قال: هجموا علي ليقبلوا يدي. فبدأت أسحب فإذا بي أجرح وينزل الدم. فبعد ذلك من أراد أن يقول: تفضل قبل، ما في مجال، راح أول إصبع بدنا نضيع الإصبع الثاني. فكان يجيب حتى إيش بفكاهة وهكذا. فالشيخ يعني أستطيع يعني أن أتكلم بالساعات عن المواقف وعن الميزات وعن الأشياء التي عايشناها معه، وكيف أنه رحمه الله كان يجوب الأردن كلها في الدعوة إلى الله. فكلما ذكر منطقة قال: زرتها ودرست فيها، أو دعينا في فلان ودرست عندهم. وكان رحمه الله يتنقل، ولا يخفاكم أنه كان يتنقل حتى على البلدان في غير الأردن. على كل حال رحم الله الشيخ رحمة واسعة، وإن كتب الله عز وجل ومد في العمر تكلمنا أو كتبنا عن مواقف عشرات بل مئات المواقف التي عايشناها مع شيخنا رحمه الله. والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.